سايت البرايفت كي بتاعه والفيريفاير بيفيريفاي خلال الايه البابليك كي بتاع السايت خلاص. بس ده معناها ان الفيريفاير شوت تراست ذا سايت، لان ممكن واحد يرمي بابليك كي خلاص على انه منسوب لفلان وهو في الحقيقه مش منسوب للشخص ده. فالتراست ده احنا قلنا مره فاتت ان الحل ان انا اعمل تراست ثيرد بارتي، ان عاده الكوميونيكيشن فيها تو بارتيز، فده بارتي تالت المفروض يكون كومن او ميوتشوال تراست ما بين الايه؟ ما بين التو بارتيز. يعني اي تو بارتيز بيعملوا ترانزاكشن معين مع بعض، سواء بيعملوا تجاره الكترونيه، بيعملوا اي نوع من انواع التعامل مع بعض الانترنت، زي شود هاف وان ميوتشوال تراستد بارتي. هنسميه تراست سير بارت. طب افرض ان مفيش دايركت تراست ما بين، يعني تراست بارتي بتاع وان انتيتيز ما هواش نفس تراست الاذر انتيتي. فقلنا ان دي هيراركي كامله اسمها بابليك كي انفراستراكشر. التراست بارتي ده بيبقى ليه جهه اعلى بياخد التراست من خلالها، وبالتالي اي تو بارتيز بيعملوا كوميونيكيشن مع بعض فبيدوروا على اقرب كومن تراست. ده اسمه ايه؟ Public Key Infrastructure او البنية التحتية للمفتاح العام. يعني انا دلوقتي مثلا سي في جهة اسمها اكس هنا في مصر، انا رحت للجهة اكس دي وفوتو اي دي واثبتت ان انا الفلاني الفلاني اللي بياناتي لازم يبقى فيها الناشونال اي دي بتاعي خلاص، وخدت بيرو في كيس. لما اجي انشر البابليك كي بتاعي على النت هحط معاه سيرتيفيكت ممضية من مين؟ ممضية من الجهة اكس دي. فممضية ازاي؟ ممضية من برايفت بتاع مين؟ اكس. If I have any someone else بيتقابل معايا في اكس، فهو معاه البابليك بتاع مين؟ بتاع اكس. هو ما يعرفش ايهاب، لكن يعرف اكس الجهة اكس دي، لان هو كمان بيتراست مين؟ اكس. خلاص؟ فايهاب بيقدم سيرتيفيكت بتقول ان البابليك كي الفلاني ده بص ايهاب عبد الوهاب اللي رقم الناشونال اي دي بتاعه رقم الفلاني. الستيتمنت دي موقعه سايند. سايند بايه؟ بالبرايفت بتاع اكس. دلوقتي الشخص اللي انا بتعامل معاه هيقدر يتست الفاليديتي بتاعت السيجنتشر ده باستخدام البابليك بتاع مين؟ بتاع اكس. اللي هي هو سبوز هي نوز ذا بابليك اوف اكس. تمام؟ اكس دي الجهه المشتركه بيننا في الايه؟ في الوصول. تمام؟ طيب يبقى كده هو بدا يثق في ان ده البابليك بتاع ايهاب، او بدا يثق في ايهاب من خلال ايه؟ من خلال ثقته في مين؟ في اكس. يبقى في اي وقت يبقى الاكس دلوقتي كان مديره صح؟ كان وصيه. انتقلت الثقه من ايهاب للشخص الاخر عن طريق اكس اللي هو المشترك ده. خلاص؟ لو ايهاب بقى عمل ترانزاكشن، لو خد خدمه حصل على خدمه معينه وكان موقع من البرايفت بتاعه، وبعدين الانتر بول انكر اكس ده يقدر ينفس او يقدر يشهد في كيس قدام محكمه مثلا ان فعلا البابليك ده يخص مين؟ ومعاه طبعا الدوكيومنتس تثبت ده، لان انت لما رحت طبعا في دوكيومنتس تثبت ان انت اللي تملك الايه؟ الكي ده. تمام؟ طب افرض ان اكس ده نفسه ما كانش اهل للثقه ونهى الكي ده لحد تاني. مش ده وارد؟ وارد. ساعتها يبقى اكس ده هيبقى لايبل في الجاب، يعني نقاطه بقى قدامها ويثبت الكلام ده. فعشان كده بقى طيب افرض دلوقتي ان انا بتعامل مع واحد في الولايات المتحده وهو ما يعرفش الجهه اكس دي صح؟ فهو التراست بتاعه من خلال جهه ايه؟ واي. هنقعد ندور كده نفضل طالعين طالعين، يعني اكس واخد سيرتيفيكت من جهه اعلى منه
لو قلنا ان الروح ده موجود في الستيتس، لو قلنا ان الروح ده موجود في اليونايتد ستيتس زي ما هو الطبيعي، طب ما دلوقتي اليونايتد ستيتس في بعض الدول بالنسبه لها بتمثل محور الشر، مش كده؟ يبقى معنى كده ان اي واحد جوه الولايات المتحده مش هيقدر يتراست اي واحد جوه الدول دي، وبالتالي والمثل والعكس بفين؟ والعكس بالعكس. خلاص؟ فكان في مقترح ان احنا بدل ما نعملها تري نعملها زي عايز اقول ايه فلات، بحيث انه يبقى كل مجموعه من الدول مثلا تكون ايه الاتحاد الاوروبي اذا موجود خلاص، وجامعه الدول العربيه اذا موجود، كل الكيانات الكبيره دي، ويبقى مركز القصه دي كلها يبقى فين؟ يبقى في اليونايتد نيشنز، على اعتبار ان كل التجمعات والكيانات دي كلها تصب في الاخر في الايه؟ في جهه مفترض فيها الكيان. خلاص؟ فزي ما شايفين قصه التراست دي ما هياش قصه سهله. لان برضه مين اللي قال ان اليونايتد نيشنز هتبقى تراست باي كل الناس اللي في الدنيا؟ برضه هيبقى في كويستشن ماركس كتير. ف وي هاف تو اكسبت السيستم ده، اذا كنا احنا عايزين نستفيد من مزاياه لازم نتقبل ان ايه؟ العيوب اللي موجوده. فاول حاجه بيقول ان الديجيتال سيجنتشر بروفايد ابيليتي تو فيريفاي اوفر ديتا تايم سيجنتشر. يبقى معنى كده ان اللي كنا بنشرحه ده كان صوره مبسطه، دلوقتي لازم نفهم ان الرساله دي ممكن تكون تايم سنسيتيف. يبقى لازم الفيريفاير شود بي ايبل تو فيريفاي امتى الرساله دي موز اوريجينيتد، عشان ما يحصلش ريبلاي، ما يحصلش ان واحد يستخدم رساله كانت معموله من سنتين ثلاثه فاتوا ويعيد ارسالها. خلاص؟ يبقى لازم يكون في تايم ستام فيه الديت والايه والتايم. وفي كل الاحوال احنا من الاول قلنا لازم الجزء بتاع اي مسج لازم يكون ايه؟ يكون قابل فيريفاي، يعني قابل ان انا اقدر اتاكد حق من ايه؟ من شخصين. تمام؟ اوثنتيكيت يبقى دي اوثنتيكيشن، اوثنتيكيت مسج كونتنتس يبقى دي مش اوثنتيكيشن بقى. الاوثنتيكيشن والكونتنتس دي تاكد من الانتجريتي بتاعت الرساله، ان الرساله دي ما حصلهاش نوتيفيكيشن في الكونتنت. تمام؟ الكلام ده كله هيتم فين زي ما قلنا؟ من خلال الثيرد بارتي اللي هي بتقدر تريزولف اي نزاع، اي ديسبيوت، اي خلاف بيحصل بين الطرفين الطبي بينهم معامله ما، اللي هي ريزولف الخلاف ده، او اللي هيبقى الطرف الفيصل في الخلاف، في حسم الخلاف او خط النزاع، هيبقى هو الايه؟ التراستد سيرفر. الالجوريزم ده المفروض ان هو هيبقى
320 بيت سيجنتشر، هيعمل الكلام ده باستخدام 512024 بيت سكيورتي من خلال استخدام السكيور هاش الجوريزم، يا اما في 512 بيت مود او في 1024 بيت مود. وده بيستخدم نوع من فاريبل من انكريبشن سكيم اسمه الجمل. الجمل ده مصري على فكره، خلاص. والميزه بتاعته انه احنا شرحنا في الار اس اي ان انا اقدر ازاي استخدم ار اس اي سيجنتشر، خلاص، اللي هو في الاوثنتيكيشن مود، تمام. الميزه بتاعته ان هو اسرع من الايه؟ اسرع من الار اس اي. الار اس اي احنا اتفقنا ان كل البابليك ايكو سيستمز بتعتمد على ماثيماتيكال بروبلم ذاتس بروفن تو بي هارد تو سولف. فاكرين الار اس اي قلنا ايه البروبلم اللي اليوزر هيبقى محتاجها؟ محتاج يحلها. ايه الماثيماتيكال بروبلم اللي مبني عليها الار اس اي؟ الفاكتورايزيشن. لان قلنا هو اليوزر بيبقى عارف الان، صح؟ اللي هي بي في كيو، وعشان يجيب وعارف الاي، عشان يجيب من الاي الدي، عايز الدي هي اي ماينس 1 بس مش موديلو ان، موديلو 5 ان، اللي هي بي ماينس 1 في كيو ماينس 1. يبقى اذا البروبلم كلها بتدوس لايه؟ ان انا عارف ان ان بتساوي بي في كيو، انا عرفت احل الان للعاملين دول هما اثنين برايمز، ما لهاش غير عاملين، ان ما لهاش غير تو فاكتورز بس، لان بي وكيو ار ايه؟ برايمز. ما في بي وكيو باي ذا سيرفيس ما فيهمش ايه؟ فاكتورز. يبقى معنى كده ان ليها كام فاكتور؟ اثنين، خلاص. فلو هو قدر يحللها للتو فاكتورز دول وجاب البي وكيو، هيقدر يحسب ايه؟ 5 ان اللي هي بي ماينس 1 كيو ماينس 1، ومنها يحسب الدي، صح؟ يبقى بقت كل مشكله دلوقتي نعمل ايه؟ فاكتورايزيشن. العلاقه دي في الجمال علاقه قصيه، خلاص. العلاقه الرياضيه اللي بيحاول الانتجر يحلها في الجمال علاقه قصيه، هو محتاج عشان يفكها العلاقه القصيه عكسها ايه؟ اللوغاريتم. بس ده مش لوغاريتم عادي، ده اسمه ديسكريت لوغاريتم. ليه؟ لان اللوغاريتم العادي انا اقدر اطلع اشتغل على ريال نمبر، صح؟ لكن انا كل شغلي هنا ايه؟ مودولار اسمها، معناها يعني مثلا ايه؟ لما انا اقول لك 3 اس 4 موديلو 5 هتعرف تحسبها ولا لا؟ هتعرف تحسبها، صح؟ لا، 3 اس اكس اس واي موديلوز، انت هتعرف تحسبها انك ترفع اكس اس واي عادي خالص وتديفايد باي زد وتجيب الريميندر، تمام؟ فهتعرف تحسبها. لكن لو انت اخدت الناتج ده وحبيت تستنتج الاكسبوننت، معناها عايز تجيب اللوج، صح؟ اللوج ده ما هوش اللوج العادي، لان احنا ما عملناش اكسبوننشيشن العادي. اللوج ده بقى واحده من البروبلمز اللي از بروفن تو بي هارد تو سولف ايه؟ بروبلم، تمام؟ فده عشان كده دي الفكره اللي بيزد عليها الايه؟ الجمال. فلما نيجي نبص على هو بيعمل هنا مقارنه ما بين الار اس اي ابروتش بين الدي اس اس ابروتش. في الار اس اي ابروتش لو فاكرين دي اللي كانت المره اللي فاتت، هاخد المسج اعمل لها هاشنج عشان اقلل السايز، وبعدين اعمل لها انكريبشن بالبرايفت بتاع بارتي ايه اللي هو السنجل، وبعدين اعمل انكاتينيشن للسيجنتشر للنادي ده اسمه سيجنتشر، احط السيجنتشر ده هقابل السيجنتشر على المسج وابعت الاثنين مع بعض بين تكست، هبعت المسج بالتكست ومعاها الايه؟ السيجنتشر. السيجنتشر ده هيعدي على انسكيور تشانل لما هيوصل للفريفاير. لو ان ما حدش عمل اي نوتيفيكيشن للرساله دي، ولو ان المرسل للرساله اللي هي منسوبه اليه هو نفسه، يعني الشخص اللي ارسل الرساله هو نفس الشخص اللي الرساله منسوبه اليه،
يبقى كده انا ضمان الرساله دي جايه من ايه فعلا، وان المحتويات بتاعه الرساله كمان لم يتم ايه عمل اي اعلان. طيب الديجيتال سيجنتشر ستاندرد ابروتش هيبقى ماشي ازاي؟ هياخد برضه نفس المسج ويعمل لها ايه؟ هيعمل لها طشر وهيدخل بقى اكتر من مراجع. خلاص؟ هيدخل المراجع بتاع ايه؟ على السيجنتشر الجوريزم، وهيدخل تو اذر بارامترز، البابليك بتاع حاجه بارتي اسمه جي هنشوفه بعد شويه، وهيدخل الاذر كي كي. وهيضغط وهيعمل ابندنج للايه؟ للسيجنتشر ده على الرساله. السيجنتشر الابند ده في جزئين. جزء اللي هو اس اللي هو العادي اللي احنا متعودين عليه، وجزء اللي هو اسمه ايه؟ ار. دلوقتي الفيريفاير هياخد المسج ام دي برضه ويعمل لها هاش. ويدخل الهاش فاليو مع الاس والار مع البابليك كي بتاع الجنريت البارتي جي والبابليك كي بتاع ايه ويعمل ايه؟ يعمل مبادئ. الاس ده دكتور هنشوف دلوقتي كل البارتس دي هنشوفها دلوقتي في التفاصيل. طيب هنا بيقول وي هاف شير جلوبال بابليك كي فاليوز، يبقى عنده ايه اللي شير؟ البي والكيو والجي. تمام؟ بيوريك خطوات الايه الجنريشن بتاع كي اللي هو مش هيستخدم ار اس اي، هيستخدم الجمع. اول حاجه هيشوف لارج برايم بي، والبي دي محصوره ما بين اثنين اس ال ماينس 1 2 اس ال، حيث ال دي اللي هي 512 و 1024 بتس، ودايما مالتيبل من ايه؟ من 64. تاني حاجه هيختار كيو، والكيو دي ليها برضه ليميتس بتفرق خلالها. خلاص بحيث ان الكيو دايما يبقى 160 بت برايم ديفيزور اوف بي ماينس 1. خد بالك اف بي از برايم يبقى بي ماينس 1 از شورلي نوت ا برايم، صح؟ فالكيو هيختار اس يكون برايم، بس البرايم ده 1 از فاكتور اوف ايه؟ اوف بي ماينس 1. وبعدين هيحسب جي. خلاص؟ الجي ده عباره عن اتش اس بي ماينس 1 اوفر كيو، حيث الاتش دي قيمه اختارها ما بين 1 ايه؟ وبي ماينس 1. طيب دلوقتي اليوزر هيختار البرايم بتاعه وبناء عليه الكمبيوتر الايه؟ البابليك كي. فلو هو اختار البرايم بتاعه از اكس واكس لازم تكون اقل من كيو، هيحسب البابليك از واي اللي هي جي اس اكس. جي دي يعتبر دلوقتي الجنريتنج بتاعه. مش اتفقنا في الانفورميشن الجنريتنج برونوميا؟ سايكل كود، مش هنحط سايكل كود. فده الجنريتنج بتاعه، يعني ايه؟ كل واضح العلاقه هي بين البابليك والبرايم دي علاقه ايه دلوقتي؟ بص ان واي بتساوي جي اس ايه؟ اكس. يبقى لو انا عارف واي، واي ده البابليك، لو انا عارف واي عشان اجيب اكس هتبقى اكس عباره عن ايه؟ لوج واي تو ذا بيز جي موديلو بي، صح؟ This is a well known hard to solve ايه؟ problem. طيب دلوقتي هو عايز جنريت سيجنتشر. اول حاجه هيجنريت راندوم سيجنتشر كي كي. خلاص؟ وبيقول ان كي لازم ماست بي راندوم هاز تو بي ديسترويد افتر يوز اند نيفر بي ري يوز. يعني ده بيسموه وان تايم كي. هيجنريت راندوم نمبر وانس. خلاص؟ ده الجنريت، الجي ده الجنريت ده اللي في مرحله المرحله اللي فوق دي اللي هي تحديد الانكريبشن بارامترز. وانس ان انا حددت البي والكيو والجي كل حساباتي بعد كده هتبقى بيزد على الثلاثه دول بي وكيو وايه وجي. اي يوزر بيختار بيبدا بالمختار الاول البرايفت بتاعه اكس. خلاص؟ وبناء عليه بيرفع الاكس دي نص جي فيحسب البابليك اللي هو ايه؟ واي. البابليك ده اللي هو هينشره بعد كده. فخدوا بالكم ان سهل حساب الواي من الاكس، مش كده؟ لكن العكس مش صحيح. دلوقتي بقى يعني زياده في السكيورتي في كل مره يوقع فيها هيختار رقم نمبر كي.
وبعدين يجمع عليها اكس في ار اللي هو لسه حاسبها، وبعد كده ياخد ده كله يضربه في ايه؟ في كيلوس ناقص واحد ويحسب الحسبه دي موديول 2. يبقى كده عدد حسب كام حاجه؟ حاجتين ار واس. هيبعت كام حاجه؟ ثلاثه، المسج ام وار واس. هنا هيجي الفيريفيكيشن. الفيريفاير وصله زي ما قلنا الام، والسيجنتشر اللي هو مكون من تو بارتس ار وايه؟ ار واس. على فكره القصه دي ليها اثبات رياضي انا بعفيكم منها. يعني في اثبات رياضي طويل يثبت في الاخر ان ده كده هقدر هيقدر فعلا يتحقق الفيريفيكيشن مظبوط. خلاص؟ هيحسب بارامتر اسمه دبليو اللي هو اس اس ناقص واحد موديلو ايه؟ كيو. كيو معروفه. كيو معروفه لكل البارتس. وبعدين هيحسب كيو 1 اللي هي اتش اوف ام مضروبه في دبليو، مش كل ده مكتوب موديلو كيو، وهيحسب كيو 2 اللي هي الار في دبليو موديلو كيو، وبعدين هيحسب بي اللي هي جي اوف يو 1 واي. لغايه دلوقتي مفيش اي برايم بارامترز محتاج البريفاير ان هو ايه؟ يعرفه. لما يحسب القصه دي كلها لا هيبريفاي بان بي يساوي ايه؟ يساوي ار. لو البي سوى الار يبقى معنى كده ان السيجنتشر ده ايه؟ سليم. هو بيقول لك سي كوكوس ويب سايت فور ديت بروف. تمام؟ البروف ده عباره عن بيبر اتنشر خلاص في الوقت ده بتثبت ان الرياضيه الحسبه اللي هيعملها دي هيقدر فعلا من خلالها يتاكد ايه؟ يتاكد ان المسج دي جايه فعلا من الار تي اي. كده خلاص. طيب المره اللي جايه اللي هي الاخيره هنتكلم في الانستو سيرتيفيكيشن. فهنرجع ناخد نص الشابتر ده وبعدين وبعدين هنكمل في شطرة